يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فتح أبوابه أمام جمهوره في دورته 53، وذلك على أرض مركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، أهلا بك. تابع بالطبع الأيام الأخيرة لمعرض الكتاب في نسخته 50 قبل أن يغلق أبوابه أمام المثقفين ومحبي القراءة، ولكن على مدار الأسبوع الأول وها هو الأسبوع الثاني رصدنا العديد من الندوات المختلفة الثقافية والمجتمعية والرياضية، ولكن اليوم ربما هناك ندوة خاصة وهي ندوة عن الكاتب الراحل الأستاذ ياسر رزق، وهو عن كتابه بالطبع سنوات 50 والذي يحكي فيه ما رصده من وجهة نظرهم منذ ثورة 25 من يناير وحتى ثورة 30 من يونيو وما حدث بين هاتين الثورتين وما بعد ذلك، ولكن هذا هو كان الكتاب الأول على أن يتم نشر بعد ذلك الجزئين الثاني والثالث، ولكن الله توفاه وفاته ألمانية قبل أن يعرض هذا الكتاب ويحضر حتى حفل توقيع هذا الكتاب في معرض الكتاب في نسخته 53. ولكن إذا تحدثنا أيضا بشكل عام عن الإقبال هنا في معرض الكتاب، ربما اليوم وأمس هو كان الأكثر إقبالا وازدحاما لمعرض الكتاب منذ بدايته، خصوصا بسبب يعني وجود إجازة نصف العام وانتهاء الامتحانات سواء للمدارس أو للجامعات، فبالأمس فقط كان هناك ما يقرب من 300,000 زائر لمعرض الكتاب في يوم واحد فقط، وكنا نتحدث عن الأسبوع الأول تخطى عدد الزوار أكثر من نصف مليون زائر، ولكن أمس فقط كان 300,000 زائر. وبالطبع هناك الزيارات الخاصة بالمنصة الإلكترونية والجولات الافتراضية داخل على المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض الكتاب، وهناك ندوات أخرى اليوم يتم مناقشتها مثل الإعلام وتأثيره على المجتمع بشكل عام ووجود أيضا شخصيات بارزة في هذه الندوات. ولكن إذا تحدثنا أيضا عن أن هذا المعرض هذه النسخة يتضمن ويحتوي الأفكار والكتاب كبار السن وصغار السن أيضا ومحبي الكتابة، وأنه يعد فرصة كبيرة للتسويق لكتاباتهم المختلفة، وبالطبع سنتابع على الأيام القليلة القادمة قبل أن يغلق أبوابه الفعاليات الأخرى داخل معرض الكتاب في نسخته 53. والآن عودة عليكم مرة أخرى.